السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انا عايز صاحب المحل. خير يا فندم، في حاجة؟ يعني كنت عايز كده شوية اجهزة من عندكم. طب كويس، اتفضل يا فندم. هو اللي على المكتب بقى. صباح الخير حضرتك. صباح النور. اهلا وسهلا، اتفضل. امر. الامر لله. انا كنت عايز اشتري شوية اجهزة كده من عندكم. المحل كله تحت امرك. كتر خيرك. بس كنت عايز اشتريهم بالقسط. مفيش مشكلة، بس لازم تكون موظف وفي شوية ضمانات. طبعا موظف. دي البطاقة. تمام قوي، تقدر تاخد اللي انت عايزه بضمان وظيفتك. الحمد لله. انا كانت بنتي وخطيبها جم هنا اول امبارح وشافوا تلاجة ب6000. انا مهيلة. ده كان اول امبارح ب6000، دلوقتي ب7. انا رغبي ليه كده؟ اسعار سوق يا باشا، كل شوية بتزيد، ويا عالم يمكن تزيد واحنا قاعدين. لا 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 لا، وعلى ايه؟ يبقى احنا نشتري التلاجة والغسالة والبوتاجاز والتلفزيون مرة واحدة كده. تحت امرك، شاور على اللي انت عايزه. انا كنت شفتها هناك كده. ايوه ايوه، هي دي التلاجة، والحمد لله لسه ب6. لا دي كانت اول امبارح 6، دلوقتي بقت ب7000. ايوه بس مكتوب عليها 6. اسعار قديمة يا ريس. خميس تعال شيل الورقة دي. طب ما ناخدها بالاسعار القديمة. ما ينفعش، خلصت خلاص. ايه ده اللي خلصت؟ ما حضرتك جايبها بالاسعار القديمة يعني. لا خلاص كده ما ينفعش، الاسعار كانت امبارح خلاص، خلصت خلاص. لا حول الله يا رب. طيب احنا هناخد التلاجة والبوتاجاز والغسالة والتلفزيون 32 بوصة. تمام. ونبي بسرعة بقى قبل ما الحاجة تغلى. تحت امرك. اتفضل معايا. ها يوم سهل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك هتدفع مقدم كام؟ 2000 كويس؟ تمام. التلاجة ب7 هتبقى ب9، بوتاجاز 5 يبقى 7، غسالة وتلفزيون هيعملوا 10، الإجمالي 26000، وهنشيل 2000 وهنقسم على 12، يبقى حضرتك هتدفع 2000 جنيه كل شهر على مدار سنة. 12 ايه و2000 ايه حضرتك؟ يعني ما ينفعش على 3 سنين؟ لا حضرتك، آخرنا سنة. لا حول الله يا رب. معلش يا ابني بطلتك. أنا تحت أمرك في أي وقت، بس خلي بالك أسعار النهاردة غير أسعار بكرة، الله أعلم بكرة هيحصل إيه. ربنا يستر بقى. بالسلامة. لا انا مش صايم، ابويا قال لي ما تاكلش حاجه واحنا في الشارع. انا باكل جوه البيت بس. اصل الجو حر قوي النهارده. فعلا حر. طب امسك كيس الفلوس ده لغايه ما اروح اشرب ميه وارجع. بقول لك ايه، خلي بالك العيال دول اخر جيم ليهم. الله اكبر الله اكبر. 2000 جنيه قسط كل شهر. يا نهار اسود وميت. قسط هاكل نص الميه. وبعدين يا رب انا لازم اجيب الاجهزه دي قبل العيد. حظك مهبب يا رضا. فات على الرئيس رمضان. لا حول ولا قوه الا بالله. نسيت اصلي العصر حتى. لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل مش في الدنيا خالص. رمضان. تعال اقعد. عايزك. ازيك يا اخوي؟ تقبل الله يا سيدي. تقبل الله مني ومنك. عامل ايه؟ الحمد لله. اوعى تكون لسه زعلان من حكايه علي الانتريه دي. ده خير صدقني، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يلا هنعمل ايه بقى يا اخوي؟ الحمد لله على كل شيء. الحمد لله كده. الحمد لله. اسمع رمضان، انا معايا فلوس، يعني لو مزنوق ولا اي حاجه ابعت لك. انا اخوك الكبير، ما تتكسفش مني. كتر خيرك يا اخوي، صدق بالخير دايما. سبق ايه بكلام فاضي ايه؟ بقول لك احنا اخوات. الاخ هو اللي يمد ايده في جيب اخوه ياخد اللي هو عايزه، لا ده يعرف خد كام ولا ده يقول له عايز كام، هم دي الاخوات. اطلب اللي انت عايزه 10 20
بس مش اكتر. ها الحمد لله يا اخويا معايا، لو عوزت هقول لك انا ليه من غيرك يا عم. معاك الخير كله يا اخويا، وبعدين فيها ايه يعني؟ لو مزنوق اسدد انا، وبعدين ابقى سد انت بعدين لما تفرق. معايا يا كريم اخويا مستوره والحمد لله. ما قلتليش، انا سمعت ان بنت صباح جالها عريس، سعاد قالت لي. لا الناس اللي ما اعرفهمش، ام يوسف هي اللي عارفاه، بس لسه برضه هاخد راي البت يعني. لا بس انا عارف الواد حسين ده من وهو قد كده، واد حلال واهله ناس طيبين وولاد حلال. يلا مبروك اخويا مبروك. الله، ناس طيبين. ها عرفت تغير الموضوع برضه رمضان؟ لسه زي ما انت ما تغيرتش. ماشي يا عم، بس برضه بقولها لك تاني، لو عوزت اي حاجه انا موجود. خير ربنا يبارك لك، انت شلتك تقيله، قدامك لسه صباح ويوسف، الله يكون في عونه. يا عم هو انت اللي بترزق، ربنا موجود. عزة النفس مطلوبة بس مش على اخوك يعني. معايا يا اخوي، معايا والحمد لله مستورة. دايما دايما يا رب. يلا خد ايدي. يلا.